على ما أعتقد إلى تركيا. تركيا كانت دولة كانت أعلنت في عهد أتاتورك، كانت أعلنت خلاص أنها لم تعد دولة أممية عالمية، وتقلصت وأصبحت دولة قومية خاصة بالأتراك فقط. ولذلك تم تعديل وإعادة صياغة جديدة للهوية الإيه؟ للهوية التركية على أسس قومية محدودة، وعلى أساس الإيه؟ الحصر الأوروبي اللي حصل بعد هزيمة الإيه؟ بعد نعم هزيمة تركيا. نعم لكن عندما جاء أردوغان الآن هو يعيد صناعة الهوية التركية مرة ثانية، ويحولها من دولة قومية إلى دولة أممية حضارية عالمية، تريد أن تشارك الإيه؟ وتنافس حضاريا على المستوى الإيه؟ العالمي. نعم